طيب كابتن محمود شريف متولي، بس قبل ما نكمل موضوع التشكيل قدام هي ابتدت لقطات تجينا من المطار، ودي لقطات لمجلس إدارة النادي الأهلي، سيادة الوزير العامري فاروق، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، الكابتن حسام غالي نائب الرئيس وأمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة. اللعيبة كمان هي ابتدت تتواجد وتتوافد على مطار القاهرة الدولي. قدامنا محمود وحيد، كابتن وليد سليمان، الحاوي ان شاء الله تكون. انا عندي احساس بالحاوي ده ان شاء الله ينزل خلص. ينزل خلص ولا ايه؟ انا بسميه اللاعب نفسي والله يكون موجود في لك على الاقل يكون موجود على الدكه والله، لو ربع ساعه تلت ساعه اتمنى له بصمه، بيبقى له بصمه حشيش تاريخ. انا بحب وليد ده حب غير عادي يعني. لعيب كوره. انا معاك لعيب كوره. انا معاك احمد عبد القادر، علي معلول، حسام حسن، ربنا يكرمه ان شاء الله. محمود متولي يمكن دي لقطات حيه من مطار مثلا. محمود متولي كنت لسه هكلمك عنه دلوقتي، هل هيبقى ربيعه ولا متولي؟ لو متولي جاهز ما اعرفش جاهز ولا مش جاهز. متولي صعب يبدا. انا بتكلم على التشكيله هتبدا استحاله. ممكن يكون موجود على الدكه. لا انا بتكلم على نوعيه رامي ومتولي في الحته دي. هو قبل كده حط رامي في المنطقه دي عايز يقفل في شكل معين. طب عايز اقول لك حاجه، اختار من غير يعني ايه ما تقول موضوع التقفيل، من غير تفاصيل فنيه، من غير يعني انت فاهم ازاي؟ انت بتختار اللي هو اللعب التقليدي يعني اثنين مساكين. ماشي، ربيعه وياسر. مين؟ ربيعه وياسر. انا شناوي، محمد هاني. ماشي، محمد هاني. علي معلول الناحيه الثانيه. اوكي، الاثنين مساكين. ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ماشي، نخش على وسط الملعب وتخليني معاه في المدافعين. خليك انت بقى يعني المدافعين وابدا بعديه. هو يقول لا هو كمل بقى المدافعين. ايوه اتفضل يا كابتن شريف. نفس القصه بالظبط زي شريف بالظبط. مع التنبيه والتعليمات. ليه بقى؟ عشان برضو نقول ايه السبب ان احنا اخترنا اشرف، ايمن اشرف، وما اخترناش رامي ربيعه. عشان معلول يطلع براحته. عشان معلول دي نقطه. تاني حاجه هم عندهم سرعات. فلو هتقارن بين رامي وايمن اشرف في السرعات، لا ايمن اشرف. بس مع تحفظي بقى في ايه؟ لازم يلعب الامان يعني الاندفاعات. بلاش الزحلقه والزياده ومحمد شريف. بالظبط كده. يبقى نقول الفرقه بقى محمد يقولها. طيب يبقى كده الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش اتفقوا على ان التشكيل المتوقع للمباراه محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم وايمن اشرف في خط الدفاع، باك رايت محمد هاني، باك ليفت علي معلول في حاله محمد عبد المنعم لن يلعب. لا محمد عبد المنعم مش هيلعب، لا مش جاهز. وسط الارتكاز السلية، حمدي فتحي، اليو ديانج، قدامهم بيرسي تاو، محمد شريف، واحمد عبد القادر. سجل نسجل. ماشي، قدامكم اهو على الشاشه بعض اللقطات ايضا اهو من المطار، ويمكن الفريق يمكن متواجدين اهو في المطار بيستعدوا ان شاء الله. يمكن بعد اقل من نصف ساعه باذن الله هيكون التحرك للطياره. عشان العلاقه، شفت العلاقه بتاعت قفشه ومحمد شريف؟ دي علاقه جوه وبره. طبعا في الملعب الاثنين عندهم حساسيه ان هم بيشوفوا بعض، وازاي بيبعت الراجل ده يروح للجون. الاثنين في بينهم تجانس وتفاهم كبير جدا. ولما بيقرب قفشه من خط ال 18، انا عارف انت هتموت عايز تلعب قفشه في الاول كلنا، بس لما بيقرب قفشه كمان شريف بيشوفه. بما فيه لغه تعامل جميله جدا، بيروح محضر له كره. صحيح. بيجي قفشه حاطط القضيه باذن الله اللي هنشوفها باذن الله هناك في المغرب. وفي نفس الوقت عندك البدائل الكتيره قوي اللي موجوده عندك. ده احنا حارمين طاهر وحسين شحات وقفشه. ادي ثلاثه عندك. ثلاثه بالظبط. ووليد كمان. ووليد سليمان ده اللي انا بتمناه تلت ساعه كده. انا اتمنى وليد. وهيبقى طاهر بره كمان انت عندك على الدكه. عندك على الدكه على فكره تسع لعيبه، وليك الحق انك تعمل خمس تغييرات خلال ال 90 دقيقه. ولما تروح للاكسترا تايم هتعمل تغيير اضافي. يعني انت ليك الحق انك تعمل ست تغييرات لو الماتش اتلعب 120 دقيقه. هو في حاجه محمد برضو عايزين ننبه عليها، يعني انا في رايي يا شريف بالمناسبه هي اللعيبه خلاص بتتجه للطياره. سلامه يا رب ان شاء الله. ساعات موسيماني يعني في بعض الماتشات بيستنى شريف على التغييرات شويه على حسب النتيجه، انت فاهم ازاي؟ في الماتشات اللي زي دي بيبقى برضه عايز الشوط الاول ما بيغيرش. بس بقول لك ايه، خلينا احنا يعني بتوع كوره ونتكلم كلام للجمهور بتاع كوره يعني. انت لازم شكله في اهداف فنية. وخاصه في الاثنين اللي في العمق. مظبوط، عندهم مشاكل الاثنين مع بعض، زي تكون ايه اول مره بيلعبوا مع بعض حاجه أكيد. زي كده. طيب قدامنا برضه اهو، قدامكم على الشاشه واحنا متواصلين معاكم لحظه بلحظه. دي لقطات اهو خلاص، يمكن دخول اللاعبين للطياره وبيستعدوا خلاص. يمكن ان شاء الله باذن الله بعد اقل من تلت ساعه او نص ساعه الفريق ان شاء الله يبقى هيتحرك، والطائره ستقلع من مطار القاهره الدولي نحو مطار محمد الخامس في كازابلانكا.
باذن الله ان شاء الله تكون رحله موفقه، وكل الدعوات ليكم ان شاء الله باذن الله عشان تقدروا ترجعوا منصورين ومنتصرين. شايفين الفريق بالكامل اهو، علي معلول، الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، عدد من افراد البعثه، كمان هيكون في ان شاء الله كرو وفي تواجد اعلامي لقناه الاهلي عشان يقوم بالتغطيه ان شاء الله خلال سفر البعثه، كمان الدكتور عبد المجيد اخصائي العلاج الطبيعي، يعني كل افراد الجهاز الفني والطبي والاداري والجهاز الطبي، كمان دكاتره العلاج الطبيعي، المعد البدني، يعني ان شاء الله باذن الله يعني يكون الفريق فيه اتم الجاهزيه. قدامنا كمان اليو ديانج، كريم فؤاد، بدر بنون. انا وجود بدر بنون في الرحله دي تحديدا انا شايفه يعني ليه عوامل ايجابيه كتيره، خاصه ان بدر ليه جماهيريه وليه شعبيه، جماهير الرجاء بتحب بدر بنون. يعني بدر بنون في اخر مباراه لما كان الاهلي في المغرب قدام الرجاء وراح لمدرج الدرجه الثالثه وادى باقه ورد لجمهور الرجاء، فوجود بدر في الرحله دي انا شايفه حاجه ايجابيه كبيره جدا كناحيه معنويه وكمسانده جماهيريه كمان من الجماهير المغربيه اللي بتحب بدر بنون وبتشجع الاهلي. قدامنا كمان هو عدد من اللعيبه، يعني ان شاء الله باذن الله يكون الفريق موفق. وخلاص احنا بنتكلم دلوقتي الفريق في الطياره، وان شاء الله كمان هيكون معانا لقطات لتحرك الطياره وقت الاقلاع كده من مطار القاهره باذن الله، وبعد 5 ساعات او 5 ساعات ونصف ان شاء الله تكون البعثه في مطار محمد الخامس. محمد مجدي قفشه، ياسر ابراهيم، انا شايف كمان في هدايا تذكاريه او في يعني يمكن دور مهم جدا من الشركه الوطنيه. انا شايف انه شك في حمدي فتحي. الشركه الوطنيه يعني لفته حلوه، لفته طيبه. طبعا استاذ امير او كابتن امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، كمان الكابتن محمد شريف، كابتن حسين الشحات، الابتسامه والتفاؤل،